تحتفي بولادة العلم التقي السامي. ولد الجواد كأن نجما ساطعا، ولد الجواد كأن نجما ساطعا خرق الظلام فلم يعد بظلام. قرت له عين الرضا يا باب الحوائج، قرت له عين الرضا وفؤاده فيض لسعد وافر وسلام صلوات. وازهار وازهار بزغ نور الجواد اليوم، وازهار 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 نثر نورود بالميلاد، وازهار تشعشع وجهه بالأنوار، وازهار وازهار ونصبنا المحفل بهاي المسية صلوات. وردنا وردنا عشق لابن الرضا عدنا، وردنا نثرنا بمولد الليلة، وردنا نهني الليلة مهدينا، وردنا يجينا وننظر الطلعة البهية صلوات. والله من جدة خذ علمه وجوده وبان على المحب عشقه وجوده. الجواد النور العالم وياي وجوده صبح باب الحوائج للبرية صلوات. الليلة جبرائيل ناده يبلغ الباري عباده، انفتحت أبواب المراد يوم ميلاد ال ما اسمع يوم ميلاد ال صلى على محمد وآل محمد. ليلة جبرائيل نادى بلغ البار عباده، ليلة جبرائيل نادى بلغ البار عباده، صيح ليلة جبرائيل. هذا مو جواب. ليلة جبرائيل نادى هلا بلغ البار، صيح هي ليلة جبرائيل بلغ البار عباده، انفتحت ابواب المراد يوم ميلاد الجوال، فتحت هلا يوم ميلاد الجوال. ليله جبرائيل نادى صيح بلغ البار، ليله جبرائيل نادى بلغ البار عباده، فتحت ابواب المراد يوم ميلاد هلا هلا، فتحت ابواب المراد يوم ميلاد يوم ميلاد. اي من العرش هالليله جبريل الامين للارض نازل يبشر المؤمنين، للارض نازل يبشر خبر حامل من اله العالمين، خبر حامل من اله العالمين عن جواد آل النبوة الطاهرين، عن جواد آل هلا
صاح يا أهل الوطية أرسل الخالق هدية، هالهدية يا العباد يوم ميلاد الجد، هلا هالهدية يا العباد يوم افرح. الليلة جبرائيل نادى يبلغ البار عباد أسماء. الليلة جواب عمي رحم الله والديك افرح، من فتحت ابواب المراد يوم ميلاد، هل فتحت ابواب ليلة رب الكون زود هالحياة، ليلة رب الكون زود هالحياة، بدر من بدور أهل المكرمات، بدر من بدور أهل المكرمات، ضاف ويا الباقيات الصالحات، ضاف ويا الباقيات الصالحات، نور بتهتدي كل الكائنات، نور بتهتدي كل الكائنات، بدر تاسع للإمامة بعث للدنيا ابتسامة، اي والله بدر تاسع للإمامة بعث للدنيا وزاح من عدها السواد يومي، هلا وزاح من عدها السواد. خسران الميجوب شفيعك دنيا واخره. يا الليلة جبرائيل نادى بلغ البار عبادة، صيل الليلة جب الليلة جبرائيل نادى بلغ ولا ساعدني انفتحت ابواب المراد يوم ميلاد الجواد، فتحت ابواب مبتهج جبريل مسرور وسعيد، ظل ينادي ويصرخ وردد نشيد، ظل ينادي ويصرخ وردد نشيد، للنبي الهادي ولد ثامن حفيد، للنبي الهادي ولد ثامن حفيد، ربنا لجله جعل هذا اليوم عيد، ربنا لجله جعل هذا اليوم عيد، ليلة تفرح وسعادة من أجل هاي الولادة، يلا ليلة تفرح من أجل هاي الولادة، طفلة سبع الجواء يوم ميلاد الجواء، طفلة سبع الشداد يوم ميلاد الليلة جبرائيل نادى يبلغ البارع. انفتحت أبواب المراد يومي، هلا انفتحت أبواب المراد يوم الليلة جبرائيل نادى، الليلة جبرائيل نادى، ليلة جبرائيل بلغ البار عبادة، فتحت أبواب المراد يوم ميلاد، هلا هلا فتحت أبواب المراد يوم ميلاد الجواد، يوم ميلاد الجواد، صفت ليلة مولده للجنة باب، واللي يحييها يفوز بلا حساب، واللي يحييها يفوت بلا حساب، وبفضلها ما يمس جسم العذاب، يدخل الفردوس بيمين الكتاب، يدخل الفردوس فضل هالليلة العريقة تفوز كل هاي الخليقة، هلا فضل هالليلة العريقة تفوز كل هاي الخليقة، لو انت تفرح بانعقاد يوم ميلاد هلا هلا تفرح بانعقاد يوم ميلاد الجوال، ليلة جبرائيل نادى صيح بلغ البار عبادة، يلا ليلة جبرائيل فتحت أبواب المراد يوم ميلاد الجوان، فتحت أبواب فتحت أبواب بهالمسيح، نشكر الرب الودود فتح لنا برحمته منبع الجود، نحمد على النعمة هاد بلا حدود، نسأل بكل عام هل فرحة تعود، نسأل بكل عام هل
هلا هلا وتظل رايتنا رفيعة رف للحفظ الشريعة تظل رايتنا رفيعة ترف للحفظ الشريعة يبقى مأمن للرشاد يوم ميلاد هلا يبقى مأمن للرشاد يوم ميلاد الليلة جبرائيل نادى يلا يبلغ هلا دق باب الجواد وقول اريد مراد يا ابن الرضا لجدك اسد بغداد دق باب الجواد وقول اريد مراد يا ابن الرضا لجدك اسد بغداد اطلبك حاجتي وبليله الميلاد يا الله ارفع يديك أطلبك حاجتي وبليلة الميلاد ها بجاهك عند الله الواحد تنطين اليوم شرايد جاهك عند الله الواحد تنطين اليوم شرايد لمحمد تلقى الشاهد لمحمد تلقى ها يقضيها ها يقضيها هي وكل حاجة لعندك يقضيها كل هلا هلا يقضيها وكل حاجة عمي باسمك يا الجواد الليلة فرحتنا اجينا نبايعك تاسع أئمتنا والله باسمك يا الجواد الليلة فرحتنا اجينا نبايعك تاسع أئمتنا نهني الزهرة واهل البيت غايتنا نفرح وياهم هالليلة نفرح هلا هالليلة نفرح وياهم هالليلة نفرح وياهم هالليلة نفرح هلا هالليلة نفرح وياهم هالليلة هلا هلا ايه هل هل في داره شعشع بنواره وهل هل في داره شعشع بنواره يا محمد الجواد يا هلا هلا ايه هل هل في داره شعشع بنواره هل هل في داره شعشع بنواره يا محمد الجواد يا يا جواد ابن الرضا اهلا وسهلا يا نجم شعب الفضاء يا حفيد المرتضى اهلا يا قدرنا والقضاء اهلا وسهلا يا قدرنا والقضاء اهلا وسهلا هلا هلا سير سير اقدار شعشع بنواره سير سير بق هلا شعشع بنواره يا محمد الجواد يا محمد الجواد هلا محمد صي يا محمد الجواد يا محمد اي والرضا من شافه قال اهلا وسهلا تمرته ما له مثال اهلا اي مرحبا بهذا الكمال اي مرحبا بهذا الكمال اي آية من وحي الجمال اهلا وسهلا آية من وحي الجمال اهلا هلا هلا يا محمد الجواد يا هلا جواد يا محمد الجواد صلوات السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئ الكون لك الكون وما فيه يعود
أنت ما أنت وجود منه قد فاض الوجود ولآلائك في العالم ألطاف شهود حيث لولاها لما اخضر من التكوين عود منهل منهل ما زال بالرحمة واللطف يجود صمد فرد كريم لا وليد لا ولود اللهم صل على ومل إلى الكرخ وانظر قبة سمقت تجاذبتها الثريا فهي شماء وحي فيها جوادا وحي فيها جوادا من أنامله سحابة الفضل والإنعام واكفاء يا ابن البتول وحسبي من مفاخرها بأنها في مجال المجد زهراء كم رام منك بنو العباس ما عجزوا عنه وفي فشل من خزيهم باءوا جاءوا ويحيى وحشد من مسائله فرحت توسعهم شرحا لما جاءوا حتى إذا وهنوا ألقيت مسألة كل المفوه عنها فهو فأفاء وعند قطع يمين السارق اختلفوا فكان منك برغم القوم إفتاء هو الصواب ووحي الله مدركه لداء بالصلت منها ثم إنباء يا نفحة الروض في رياش شمائله وطلعة البدر حيث البدر والضاء وعبقة من أريج المجد أنجبها محمد وعلي فهي أشذاء وخفقة النور من إشعاع فاطمة تحدرت فهي إشعاع ولألاء افرح افرح يا المحب اليوم ميلاد الجواد افرح افرح محب اليوم ميلاد جواد صارت الدنيا زهية والفرح عم العباد افرح افرح المحب اليوم ميلاد افرح افرح يا المحب اليوم ميلاد الجواد صارت الدنيا زهية والفرح عم العباد
افرح افرح يا موالي يومنا بهجة وسرور أزهرت دنيانا كلها وسطع بالعالم النور ليلة بالمحفل الليلة شاركونا يا حضور شاركونا يا حضور صارت الدنيا زهية والفرح عالأمة ساد افرح افرح يا الموالي اليوم ميلاد عاد افرح افرح يا الموالي اليوم ميلاد انبارك الليلة سويا للنبي الهادي الرسول وإلى البضعة الزكية فاطمة الزهرة البتول وإلى حيدر إمامي المرتضى فأحلى الفحول مرتضى فأحلى الفحول بهالولادة اليوم كلنا نهني سادات العباد افرح افرح يا الموالي اليوم لاد الجواد افرح افرح يا الموالي لاد الجواد ليلة كل من عنده حاجة يقص الليلة كل من عنده حاجة يقصد يقصد بهال الجواد الليلة كل من عنده حاجة يقصد بهال الجواد هذا مقصد للعطايا وهذا هو باب المراد هذا مقصد للعطايا وهذا هو باب المراد فبإذن الله الليلة يعود مسرور الفؤاد يعود مسرور الفؤاد افرح افرح يا موالي اليوم ميلاد الواد افرح افرح يا الموالي اليوم ميلاد الجواد افرح افرح يا الموالي اليوم ميلاد أواد آل بيت الرسول أشرف آل للورى أنتم وأشرف سادة أنتم أنتم حلول فؤادي فاز والله من حللتم فؤاده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء تهنئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وإلى مراجعنا العظام وإلى شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها والتهنئة موصولة إليكم بذكرى ولادة سيدنا ومولانا تاسع أئمة أهل البيت إمامنا الجواد وهذه التهنئة نرفعها صلاة على محمد وآل محمد كلام لسيدنا الإمام الثامن والولي الضامن والحصن الآمن سيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا صلاة ربي وسلامه عليه عندما ولد
الإمام الجواد صلاة ربي وسلامه عليه قال: هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولودا أعظم بركة على الشيعة منه. وأعتقد أننا تناولنا هذا الحديث في مناسبات عديدة ونهلنا منه حسب المناسبة، لأن هذا حقيقة كلام الأئمة صلاة ربي وسلامه عليهم لا يمكن حده، لا يمكن حد كلام الإمام صلاة ربي وسلامه عليه بالنسبة لنا طبعا، لأنه من نافلة القول أن نقول بأن كلام الإمام هو إمام الكلام. فإذا كان إمام الكلام فمن يكون مثلي حتى يبين كلام من كلامه إمام الكلام؟ لكن إنه بعض الاستشرافات من خلال الربط بين أحاديث روايات أخرى قد يتمكن الإنسان أن يصل إلى معلومة، نقول معلومة يعني لأنه حقيقة أو كذا هذه لأهلها. الإمام الجواد صلاة ربي وسلامه عليه هو أول من قام بأعباء الولاية الفعلية، طبعا الكلام دقيق هنا حتى لا ننسى اسمه، أعباء الإمامة الفعلية، لأنه هو إمام على كل أحواله، شنو هو إمام. فأعباء الإمامة الفعلية بعمر ظاهرا بهذا العمر المبكر هو الحادثة أو الحالة الأولى، فلذلك حصل اللغط وتشكيكات إلى آخره. حقيقة أريد أن يعني أركز على قضية هي كثيرا ما تكلمنا عنها، وهي أنه لا يجوز، مو لا يجوز، وإنما من القواصم أنه أن يقيس الإنسان الإمامة على نفسه، وهذا ما حصل حقيقة على في أدوار الأئمة، في أدوار الأئمة صلاة ربي وسلامه عليهم، إنما ظل من ظل، خرج من خرج، هلك من هلك بسبب هذه القضية، أنه يقيس الإمام شنو على نفسه. وهذا اللغط الذي حصل في الساحة الموالية إنما كان هذا سببه، أنهم قاسوا الإمام شنو على أنفسهم. وما هذا إلا لحقيقة لقصور، بس ما نقول تقصير، لقصور في المعرفة، غفلة. فمن هذا القصور، من هذه الغفلة، أنهم قالوا أن هذا يعني حدث وما يمكن، وما يمكنه أن يحسن بهذا العمر المبكر، ما ممكن أنه يكون إمام، كيف يكون إمام؟ طبعا إحنا حقيقة أنه حتى إحنا الآن ترى هذه القضية ما مبتلين به، صح ولا لا؟ احنا مبتلين بهذه القضية؟ ما مبتلين به. يعني لما أمير المؤمنين صلاة ربي وسلامه عليه في الدار يوم الدار انذار رسول الله صلى أول انذار لرسول الله صلى الله عليه وآله، عندما جمع بني هاشم وبني عبد المطلب وقال لهم: أيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصي ووزير إلى آخر هذه، صح ولا لا؟ ما قام أحد إلا منه أمير المؤمنين صلاة ربي وسلامه عليه، قام يعني الآن في أقصى الحدود أنه عمره 10 سنوات، لما قبل البيعة رسول الله صلى الله عليه وآله، ف
فخرج القوم يستهزئون من أبي منو؟ من أبي طالب. يعني لا نكون نظرتنا هذه. قالوا له لقد أمرك أن تسمع وتطيع شنو؟ ابنك. ترى لا يعني احنا صدقوا يعني الآن هسه أنتم واحد يصورها أنه يجي واحد عمره 8 سنوات الله يخلي الأطفال، يعني أعتقد هذا الطفل يمكن عمره 7 سنوات الله يحفظه الأهل إن شاء الله، أو ذاك الولد اللي لابس أسود يمكن 8 سنوات، يعني واحد بهالعمر مثلا يتقول لك هذا إمامك، ها؟ زين احنا عندنا قصور، تقصير، خلل، نقص، شنو عندنا ولا لا؟ احنا جاي نعيشها، لكن شنو يعني جاي نعيشها نظريا مو عمليا؟ لو نعيشها عمليا لا تبلى السرار عند ذلك. لو كنا فعلا موقنين لا لتساوت الحال في حال النظرية وفي حال شنو؟ وفي حال الواقع، في حال التطبيق. فاللي حصل هو هذا، يعني اللي حصل عند المشككين بالإمام صلى الله عليه وسلم هو هذا اللي حصل، بحيث أنه شككوا بالإمام صلى الله عليه وسلم. لكن ما فعله الإمام، ما فعله الإمام أنه أسقط هذه النظرة. الآن سقطت عند العامة، سقطت نظريا، ترى مو عمليا سقطت، خلال نقول لكم مو كلها سقطت عندها عمليا، يعني مو كلها صار عندها يقين بهذه النقطة، لا لا، يعني شافوا قدامهم فد أمر ظاهري وآمنوا به شنو نظريا، والدليل أنه نفس اللغط نرجع وين زمن الإمام الهادي صلى الله عليه وسلم عليه، وإن لم يكن بنفس المستوى. زين، فلنريد أن نقول إحنا هنا أنه الإمام صلاة ربي وسلامه عليه استطاع أعظم بركة على الشيعة منه، ماكو أعظم بركة على الشيعة منه. هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مولودا أعظم بركة على الشيعة منه. شي هم الإمام شنو اللي يريده من البركة؟ البركة اللي يريدها الإمام أنه يرتبط الناس وين؟ بأهل البيت صلاة ربي وسلامه. هذا الارتباط منين يجي؟ يأتي من المعرفة. يعني ذول اللي ارتدوا واللي اعترضوا عندهم معرفة؟ ما عندهم معرفة. لو كانت عندهم معرفة ما ارتدوا. لذلك يجي اليوم اللي 3/4 القاعدة اللي بالبلد اللي يطلع به الإمام صلى الله عليه وسلم يقولوا له ارجع، ها ها ارجع يا ابن فاطمة. هسه اكو حديث تشي واكو حديث يقول لا نحن نكفيك امر هذه الامه، انت ارتاح مالك شغل، احنا ما شاء الله. هذه المعرفه التي تاهل البيت صلى الله عليه وسلم. لا، يقول يخرج الامام والناس تتاول عليه القران. يعني قالوا له ابويا هذا القران هيك مو هيك مثل ما تقول انت. ليش؟ يعني احنا عندنا انترنت، ها، ونبحث بالجوجل تطلع لنا المعلومات بسرعة. يعني أنت يعني رجال تقرأ بالكتب وصعبة عليك والعياذ بالله. يعني هي هاي لو مو غيرها؟ زين، إحنا درسنا ذرة زين ونعرف الجينات ودزوا مسبار للمريخ. زين، أنت وين رجال مغبت وكانت سيوف مو؟ ترى الموضوع طويل أنا ما أقدر أتفصل به، بس أنا إذا أقول اللي إذا أقوله أنه ماكو بسببها أنه لا توجد معرفة. القضية المعرفة. الإمام صلى الله عليه وسلم عندما قال أعظم بركة على الشيعة منه، أن الإمام أبرز حالة الآن، أظهر حالة، هذه الحالة تقوي عقيدة الشيعة وين؟ بالإمام. وهذه هذه حياته، هاي حياتك، هي هاي. وما سألتكم من أجر شنو فهو لكم، هو هذه هاي المودة في القربة شنية فهو شنو لكم.
وما سألتكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل. يعني هم السبيل، هي المودة في القربة هذه. زين، هذه حديث عن الإمام الجواز صلاة ربه وسلم. شوفوا يربط هذا، يربط حديث الإمام الرضا صلاة ربه وسلم، يحاول الربط بحديث الإمام الجواز سلام الله عليه. يقول ما وصل إلى حقيقة معرفتنا إلا من من الله عليه وارتضاه وليا لنا. هذا الحديث هو أخو هذا الحديث، أو هذا الحديث هو يفسر شنو هذا الحديث. يقول ما وصل إلى حقيقة معرفتنا، من هو اللي وصل؟ إلا من من الله عليه. يعني هذه القضية هي من، يعني مو بكيفنا، كما الحديث القدسي الموجود يقول إن حب علي مكنون تحت العرش، وإن ما ينزل من السماء شنو بقدر، ولا ينال حب علي من يريد. شنو؟ لا ينال حب علي من يريد، يعني اللي يريد يحب علي من وين؟ مو بكيفه. يعني من أحببته، حديث قدسي، من أحببته أنا ألهمته حب علي بن أبي طالب. شنو ما تحتاج صلوات هاي؟ ظاهر الحلويات والهاي شوية صعدت، ها؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد. يعني ربك يقول لك أنا حبيتك وألهمتك حب علي بن أبي طالب، ستصافن وين بعد؟ ها؟ شنو؟ تاني شيء بعد ثاني يعني؟ موطن ثاني هم تاني شنو؟ زين؟ يعني ربك يقول لك أنا حبيتك وألهمتك حب علي بن أبي طالب، هذا المعنى، ها؟ هذا المعنى. إلا من من الله عليه، إلا من شنو؟ من الله عليه، وبعد وارتضاه وليا لنا. زين، ها شلون تجي هي؟ تجي بالإنترنت، تجي بقراءة الكتب، تجي بسماع ذاك اللي 24 ساعة مقاطع مالته تارسل فيسبوك، ها؟ وبيني وبين الله، وبيني وبين الله، وطلع لك ثلاثة أرباع أتباع من المذهب، دروا أو ما دروا. زين، لا، عليكم بأحاديثهم صلاة ربي وسلامه، ما قدرت لها عليكم برواة أحاديثهم. هذا هو العلم، ماكو علم غيره، ترى ثقوا بالله العظيم ماكو علم غيره. يعني نال الإمام صلاة ربه وسلامه عليه يريد يقول لك إنه حقيقتك ارتباطك هو وين؟ هو بهم صلاة ربه وسلامه. حقيقة الدين إنما هو مظهرهم، حقيقة الدين مظهرهم. ألا تسمع تلك التي تقول سألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لها ما أخلاق رسول الله؟ قالت لهم أخلاقه القرآن. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يتصرف شو يسوي؟ يترجم لك القرآن تصرفات. إذن مظهر، هذا كلها مظهر من عندهم، هاي العبادات الكذا هم يظهروها. فحتى لا يطل بنا الوقت، حقيقة بعض اللمحات من حياة الإمام صلى الله عليه وسلم. الإمام صلى الله عليه وسلم حقيقة تعرض إلى مظلومية، حتى نذكرها هاي المظلومية، مظلومية من أهل بيته المقربين طبعا. وصارت الحادثة حسب ما يظهر إذا تتبع الأحاديث، صارت الحادثة هذه مرتين مو مرة واحدة. مرة والإمام يعني صغير جدا، ومرة عمره 15 شهر.
مر بوجود الإمام الرضا صلى الله عليه وسلم، ومر لا، الإمام الرضا ما موجود في مرو. الإمام كان أسمر صلى الله عليه وسلم، فحسد طمع يعني من بعض الهاشميين، قالوا له إنه هذا ليس منك، الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم ليس منك، يقول لهم والله إنه مني، الإمام الرضا والله إنه ابني، إمام يقول والله إنه ابنه، يصدقونه أبوي شنو الحل اشتردون؟ نعرضه على القيافة. قيافة شنو؟ هذول شلون يرجعون الأنساب يعني يتوسم وكذا وهيجي، يقول لك هذا أخو هذا، ابن هذا، ابن عم هذا، كذا، وهي حرام عندنا بالإسلام. قالهم أنا لا أصنع ذلك، هذا حرام لا يجوز، ولكن إن أبيتم فشأنكم. فسووا هم، خلوا الإمام في ضيعة يعني في بستان، قالوا له لا أنت مو توقف ويانا، ها تنكر بزي فلاح، يعني شوف القضية مقصودة زين، لأن دول أشراف، فمعقولة يجي القيافة يشوف هذا الطفل مع أشراف ويتجرأ يقولهم أبوه الفلاح؟ أكو شيء حتى لو يعني يفرض أنه علمه صحيح أو يخرج بنتيجة ما راح يتجرأ، صح ولا لا؟ راح يخاف، لأنه يقول أنه هذه قضية نسب وعرض وكذا، يعني بها فاهمين شنو حشيان له، لا بها تهمة. فترى جعلوا الإمام يتنكر بزي فلاح صلى الله عليه وسلم، الإمام الرضا، ووقف في بداية الأرض ودخل القيافة، دخل سلم على الفلاح الإمام رضا صلى الله عليه وسلم ودخل، ذهب هناك قالوا له شوف إن هذا الطفل يعرف شغلته، وشنو يعرفون شنو قصده، قالهم هذا خاله، هذا ابن خاله، هذا كذا، هذا ابن خالته، هذا كذا كذا كذا، وأبوه وين أبوه؟ قالهم أما أبوه فالفلاح الذي في بداية الضيعة. هنا شنو صدقوا؟ انتهت القضية، ما صدقوا، يعني ما صدقوا الإمام وما صدقوا من هو القيافة اللي هم جابوا. زين الإمام وين راح؟ المرو. طب استدعاء من الخؤون عليه لعنة الله. الإمام كان بمكة في قضية عرضوه مرة أخرى على اليمن، هذا كان واحد، هذا كان واحد، لا هسه عرضوه على القافة مو قيافة، يعني مجموعة. قالوا لهذا ما شوفنا يا شنو هذا قضيته؟ فلما نظروا إليه وزرقوه بأعينهم خروا لوجوههم سجدا. اللهم صل على محمد. وقالوا ويحكم، مثل هذا الكوكب الدري والنور المنير تعرضوه على أمثالنا؟ والله إنه الحسب الزكي والنسب المهذب الطيب أو الطاهر، والله ما جرى إلا في صلب زكي ورحم طاهر، لا والله إنه إلا من علي بن أبي طالب عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله. فارجعوا واستقيلوا ربكم واستغفروا ولا تشكوا فيه أبدا. هذول القيافة. وهذا منين؟ احنا ايش نقول؟ احنا شو نريد نقول؟ نقول هذه حقيقة مظلومية للإمام، مظلومية للإمام الرضا صلى الله عليه وسلم، ومظلومية لمن؟ الإمام. وبصورة عامة هي مظلومة لأهل، مظلومية لأهل البيت صلى الله عليه وسلم. هذا الرد على أهل البيت، عدم المعرفة بهم، يعني التقليل، محاولة التقليل من قدرهم صلى الله عليه وسلم، هذه كارثة حقيقة، هذه كارثة. زين الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم عنده فد واقع ويا يحيى بن أكثم. يحيى بن أكثم طبعا أكو عليه كلام،
بس طبعا القوم المقابلين اصحابه اتهموه ب يعني بقضيه الشذوذ اتهموا. لكن شوف اذا شوف تسمع الاحاديث اكو فت قضيه اتهموا بهاي، اعتقد انها اتهموا باطله هاي. يتكلم عن الامام الجواد صلى الله عليه وسلم يقول بعدما جهدت به، يعني بعد ما تعبت روحي وتعبته، يعني هو يتصور انه تعب الامام صلى الله عليه وسلم، يقول وناظرته وحاورته زين وسألته عن علوم آل محمد. يقول في يوم بينما أنا في قبر رسول الله صلى الله عليه أطوف، فإذا به يطوف، يقول فناظرته في مسائل فأخرجها إلي، فقلت لدي مسألة وإني لأستحي والله أن أسألك. شوف هسه هذه، يعني ركزوا بين الحروف، جاي يستحي من الإمام أنه يسأل. زين، فقال له الإمام أنا أخبرك قبل أن تسألني. قال تسألني عن الإمام؟ قال إي والله إنه هو. هذا السؤال. قال هو أنا أو أنا هو. فقال علامة، أريد علامة. يقول وكانت في يده عصا، في يد الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم، فنطقت وقالت سيدي هو إمام هذا الزمان وهو الحجة. يعني هو لو هذا شان على الأقل هذا الحديث ما طلعه، ها؟ يعني واحد معاند ويطلع حكي حديث، أو يسأل عن من هو الإمام، أو يسأله عن علوم آل البيت صلى الله عليه وسلم عليهم، ها؟ تحتاج بحث. بس هاي نقاط يعني أنا ما جزمنا إحنا. هذا الظاهر لما ما تشيع هو قاضي القضاة طلعوا له السوالف حتى يسقطوه شنو في عمل الناس. حقيقة كثير من الأمور، لكن أنا حقيقة طالت عليكم ولو الساعة ما أشوفها. زين، أي لا لا والله يعني لا زحمة جماعة هنا خطية خوب الرجل هنا الحج هنا كل شيء لا تقول تأخر. لا لا هواي هواي أي طابه هي. زين بس مو أنا كل أخذت العشر إلا ربع، ما مو كل أخذت أنا أكون ساعة أحكي. أي فالإمام صلى الله عليه وسلم عليه قلنا مظلومية أهل البيت صلى الله عليه وسلم، والمظلومية حقيقة جاءت من المؤلف والمخالف، وأنتم شفتوها يعني الآن من خلال العرض إحنا شفنا نتف من هذه المخالفة، وهذه حقيقة المظلومية لأهل البيت صلى الله عليه وسلم. الإمام الجواد صلى الله عليه وسلم عليه يقول إن هذه الأمة إذا جحدت حقنا وكفرت بنعمتنا نقلنا الله عنهم إليه. طبعا يعني إذا هذه النعمة، هذه يعني هذه النعمة التي ليس لها حد، هذه النعمة التي هي على جميع المستويات، وكل هذا أنه يعني إحنا ذاك اليوم جبنا مثال ل فصيل ناقة صالح، قلنا انه دعاء الامام صلى الله عليه وسلم اعتقد السبت الفائت ناقة صالح، يعني هو ناقة يعني مو تمام، مو ناقة هي لو لا زين، ها الله عز وجل هذه اقوام 100,000 مدري 50,000 ها يدفنهم جو القاع، شو يعني شنو على مود ناقة؟ لأنها أولاً حجة، هم طلبوا آية فالله عز وجل شنو بعث لهم حجة، هاي الحجة مو هداية، مو هداية تبوا القضية شنو كان بيها، كان فيها خير وهذا الخير ولو محدود. شنو الخير اللي بيها؟ كانت تطعمهم يعني أكلهم وشربهم من عندها،
هاي القرية كلها تاكل من عندها. معجزة آية. وهم طلبوها. طيب هذه الحجة لا هي سبب في الخلق، أهل البيت سبب في الخلق صلاة الله عليه وسلم. لا هي سبب في الرزق، أهل البيت سبب في الرزق صلاة الله عليه وسلم. في الهداية، في التوفيق، في كل شيء، في كل ذي سبب، هم شنو السبب؟ يعني مو السبب الذاتي، لا لا لا، الله عز وجل، لكن الله أعطاهم هذه القضية. ما ممكن إحنا، ما ممكن إنه نأخذ من الله بلا واسطة، وإلا شنو نشغل الملائكة؟ الملائكة أفضل من أهل البيت؟ شو تقولون؟ أحسنتم، خدم لشيعتهم أصلا. وأن الملائكة لخدامنا وخدام شنو؟ شيعتنا. الملائكة مو تجي تتمسح باللي يقرون حديث الكساء بالجدران ما تلحق؟ ها؟ فإذا هؤلاء أهل البيت صلوات ربي وسلام عليهم بهذه النعمة، بهذا المقام، والأمة بعد هذا تجحد، تنكر، فهذا يكون عقوبة لهم. يعني رفع الإمام شو يكون؟ عقوبة، لأنه جحدت حقنا وكفرت شنو؟ كفرت بنعمتنا. نعمتنا شنو؟ نعمتنا أما هذه النعمة، هاي كلها هي نعمتنا، أو إحنا نعمة. ها؟ وجنة شنو؟ وجنة نعيم، قال جنة الولاية. فإذا السؤال هنا، الإمام لما رفع من بيننا لألف ومئتين سنة، هاي عقوبة لو مو عقوبة؟ أقوى عقوبة هذه أقوى عقوبة. ليش؟ لأنه الناس لا تستحق. الآن المؤلف وشنو؟ والمخالف. مو بس ترى ذولي، إحنا مو ترى نروح بس على ذولي، حتى المؤلف. لما المؤلف يرجع زين، لا عند ذلك لا يستحق، ويكون الإمام بينه ظهرانين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وعوانه والمسارعين في قضاء حوائجهم والمستشهدين بين يديه، ولا أشرف النبي وآله، ولا أرواح أنبياء الله المرسلين، ولا من مضى من علمائنا الأعلام، وموت أشعة أمير المؤمنين، وموت الحاضرين والمؤسسين، وإلى الموت الذين لا ذاكر ولا وارث لهم، وإلى شهدائنا في الحشد الشعبي، رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.